السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في هذا الفيديو الخاص والذي جاء بعد طلب من أحد المتابعين الأعزاء، اللي غادي نتناولوا فيه الموضوع اللي كيظهر لكم أمام الشاشة، اللي هو سولفور. وكيف ما كتشوفوا معايا غير من خلال الاسم ديالو سولفور، يعني تعطيني واحد الحل، يعني كيمكن له نستعمله باش ندير واحد لا ريزوليسيون دي بروبليم، يعني يمكن له يعطيني واحد الحل اللي من خلاله غادي نوصل لواحد الهدف، بطبيعة الحال اللي كيكون الهدف المرجو في الاخير. يعني تعطيني لا ميور سوليسيون، ماشي لا سوليسيون اكزاكت ولكن لا سوليسيون بلي بروش. ويمكن لي نستعمل هاد السولفور يعني في الدومين ديال المات او في المجال الاقتصاد. بحالاش ناخذ واحد ليكزومبل اللي نخدموا عليه باش نفهموا اهم الخصائص ديال هاد السولفور. اذا ننطلقوا بحول الله. اذا هنا عندنا واحد ليكزومبل. قبل ما نمشي نبدا نخدم في هذا ليكزومبل، اول حاجه خاصك تتاكد بان الفونكسيون سولفر ديجا عندك فاش عندك فاش في لو غيبون، يعني كتمشي للدوني لونجلي دوني، وبطبيعه الحال خاصك تلقى واحد الجروب سميتو اناليز وفيه سولفر. الا ما كانش عندك ضروري خاصك تاكتيفي سولفر. الوغ باش ناكتيفي السولفر خاصك هنا تموديفي لي زوبسيون ديالاش ديال ليكسال، يعني غندخلوا الفيشي، من بعد الفيشي غنمشيو للاوبسيون كومبليمون، يعني ست نوتي كومبليمونتير، غادي نمشي لجيري، وبطبيعة هنا غادي نسيليكسيوني، عندنا واحد لا ليست دي غولونت، هنا غنسيليكسيوني كومبليمون اكسل، نكليكي على اتاندغ، وهنا غادي نكوشي كومبليمون سولفر، يعني خاص هنا غيكون بار ديفو غيكون هو ديكوشي، خاصك تكوشي وعلى الاخر تكليكي على اوكي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا كنمشي للونغ لي دوني وكنلقى هنا عندي في الجروب اناليز عندنا سولفر. اذا ناخذوا هاد ليكزومبل باش نفهموا الوظيفه الاساسيه ديالاش ديال السولفر. الوغ عندنا ان كوميرسون اكري اون بتيت فوي دو كالكول، يعني هي هذه اللي ظاهره امامنا، كي لوي بيرمي دو فيكسي سا مارج لا مارج كوميرسيال اون فونكسيون دي كونتيتي فوندي du prix de vente unitaire et du prix d'achat unitaire. هنا عندنا لا كونتيتي فوندي، مثلا بحالاش ناخذ واحد ليكزومبل، مثلا هو باع مثلا 500 وحده، يعني 500 وحده، مثلا عنده واحد مارشانديز باع منها 500 وحده، البري دو فونت شحال باع هو؟ مثلا باع باش البري دو فونت اونيتير، يعني الثمن ديال البيع ديال الوحده، شحال باع مثلا الوحده هو؟ لاحظ معايا هو راه عنده 500 وحده، ولكن هو شحال باع الوحده؟ باع مثلا باش ب 3000 درهم مثلا. شحال كان شاريها هو؟ البخي داشا اونيتير الوحده مثلا هو كان شاريها ب 2000 درهم. الور هنا نكل ليا هنا نموديفي لو تيب ديال هذه، كنمشي ديال هذه لي سيليل، كنمشي لاكي، هنا نموديفي لاش من مونيتير مونيتير، يعني نرجعو دي اش يعني بالدرهم هما هادو. الور لوبجيكتيف اللي باغينا هنا نخدم شنو، واش نخدم دونك كيفاش خاصني نحسب دابا لا مارج كوميرسيال؟ نحسبو لا مارج كوميرسيال دونك الفورميل العاديه ايغال، دونك لا مارج كوميرسيال شنو دونك؟ هو الكونتيتي فوندي فاش فوا نفتح القوس هي فاش في البري دو فونت اونيتير موان البري داشا اونيتير، نسد القوس ونكليكي على اوكي. دونك لا مارج كوميرسيال في هذه الحاله شحال؟ هو 500000 درهم، يعني لا مارج كوميرسيال. الور الموضوع ديالنا ماشي هو هذا، هو ماشي باش نحسب لا مارج كوميرسيال. ايه الور دابا فين غتظهر لي هنا الوظيفه ديال السولفور؟ الور هاد الكوميرسون هاد البائع هذا ما بقاش باغي هو 500 درهم 500000 درهم، بحال ولا طامع هو فاش؟ في 800000 درهم. متفقين ولا لا؟ ولا طامع مثلا هو خاصو يحصل على 800000 درهم. باش هو يحصل على 800000 درهم اش خاصو يدير؟ دونك خاصو يغير هاد لي فالور اللي عندنا هنا، خاصو يغير الكونتيتي فوندي ويغير بخي دو فونت، خاصو وعاوتاني يغير البخي داشا اونيتير. باش هو يبقى يغير خاصو يبقى ينقص من الحساب ويزيد باش يوصل مثلا لهاد هذا هو الهدف المرجو اللي عندنا اللي باغي نوصلو ليه هنا. دونك غادي يلقى صعوبه باش هو يبقى يغير ينقص ويزيد بوحدو، يمكن له يستعمل لوتي ديال السولفور. الور نمرو دابا
اللي طاب لي عندنا. اذا باش هو يعوض هاد 500 درهم باش ب 800 الف درهم، في هذه الحاله اش خاصو يدير؟ عنده قيود خاصو ضروري كيتمسك بها، حيت القيود كتحتم عليه بزاف ديال الحوايج. بحالاش خاص لا كونتيتي فوندي نو بو با اتر سوبيريور ا 600 يونيتي، يعني 600 يونيتي اللي خاصو. عاوتاني لا كونكيرونس يعني المنافسه، يعني اللي ميت لو بري دو فونت ماشي هو غيبيع باش ما بغى، لا المنى على حسب المنافسه بينه وبين الشركاء ديالو المنافسين ديالو، يعني خاصو يبيع الوحده شحال ب 3500 درهم. لو بري داشا يونيتير نو بو اتر انفيريور ا 1800 درهم، يعني 1000 يعني ما غينزلش. هو اللي بغى يشري اصلا ما غينزلش، بغى يشري الوحده ما غينزلش على 1800 درهم ابخي نيغوسياسيون، يعني من بعد ما يدير المداولات ويبقى يتشاور مع الكليون ديالو. اذا في هذه الحاله اش خاصو يدير؟ دونك غنستعملوا اللوتي ديال السيرفور اللي غيعطينا الحل الامثل، يعني لا ميور سوليسيون. الوغ كيما قلت لكم سابقا اللي بغيت السيرفور نسيبريمي هذه، دونك كنمشي للدوني، ومن بعد الدوني فين كنمشي؟ السولفور، كنكليكي على السولفور. الور هنا اش كيعطيني السولفور؟ الور السولفور لوبجيكتيف ا ديفينير. فين هو لوبجيكتيف؟ اللي قلت لكم الهدف، الهدف ديالنا هو اش من سيلول؟ الهدف ديالنا كاين فاش في السيلول بي 4، حيت هو اللي خاصنا نغيروه، ما نحولوه من 500 درهم لاش لهذيك 500000 درهم، لهذيك 800000 درهم. دونك هذا هو الهدف اللي عندنا، لوبجيكتيف ا اتاندغ. مزيان واش حنا باغيين او ماكسيموم ولا او مينيموم ولا لا فالور، يعني نقدر نعطي واحد لا فالور شحال، يعني شحال حنا قلنا هو خاصو لوبجيكتيف ا ديفيني خاصو يوصل لاش 800000 درهم. واش هذه 800000 درهم؟ بجوج ربعه خمسه، هي اذا 800000 درهم. اللي سيري الفاريابل، اللي سيري اللي خاصهم يتبدلوا باش نحصل انا على 800 درهم، يعني هما هذوك هما الكونتيتي والبري دون فونت اونيتير والبري داشا اونيتير. الور نسيليكسيوني، يعني مناش غادي نسيليكسيوني؟ مناش من بي 1 حتى بي 3. دونك هادو هما لي سيري اللي كتغير عندنا من بي 1 جيسكا بي 3. الور هنا غنجيو لي كونترانت. شنو هما لي كونترانت؟ هما هادو اللي عندنا اللي قريناهم دابا، هما هادو. دونك لي كونترانت في هاد الحاله شنو؟ اول كونترانت شنو هي؟ اجوتي، باش تكليك على اجوتي. مزيان، دونك لا كونترات الاولى شنو هي؟ قال لك لا كونتيتي فوندي نو بو با اتر سوبيريور ا 600 يونيتي. دونك الكونتيتي الاولى فين هي؟ بي واحد. مزيان، انفيريور اي ايغال، لاحظ معايا عندنا هنا بليزيور شوا، خاصها نو بو با اتر سوبيريور، يعني ما غاتوصلش يعني من 600 درهم ولتحت، يعني انفيريور اي ايغال اش؟ الا عفوا ماشي 600 درهم، يعني 600 يونيتي، يعني 600 يونيتي. الور هنا اجوتي باش ناجوتي الكونترانت الاولى. الكونترانت الثانيه قال لك لا كونكيرونس ليميت لو بري دو فونت ا ان ماكسيموم شحال؟ 3500 درهم. اذا عندنا لا كونكير على حساب لا كونكيرونس، فين هي الثانيه؟ هو البري دو فونت هي بي 2. مزيان، حسيت ما غاداش لو بري دو فونت ماكسيموم، يعني او ماكسيموم يعني ما غاداش تجاوز لينا 3500 درهم، يعني انفيريور اي ايغال اش؟ 3500 درهم. اجوتي الكونترانت الثالثه، لو بري داشا يونيتير نو بو اتر انفيريور ا، يعني ما يمكنلوش ينزل على 1800 درهم. هنا نسيليكسيوني اش؟ بي 3، واحد هي اللي فيها البري داشا يونيتير، يعني ما غاديش ينزل لينا علاش؟ على 1800 درهم، يعني هنا ما خاصناش نديرو انفيريو ايكال، خاصنا نديرو سوبيريور او ايكال اش 1000، ما ينزلش يعني خاصو يكون يعني 1800 درهم والفوق 1800 درهم. كليكي على اوكي. بطبيعة الحال هما هادو، ها هما عندنا لوبجيكتيف اتاندغ ا ديفينيغ اللي هي بي 4 شحال؟ 800000 درهم. لي سيلي الفاريابل غيتغيروا من بي 1 حتى لبي 3. هادو هما لي كونترانت. هو الاول اللي عندنا الكونتيتي فوندي يعني انفيريو ايغال هذاك 600 يونيتي. البري دو فونت يونيتير يعني ما غاديش يفوت لينا 3500 درهم. البري داشا يعني غيفوق من 1800 درهم والفوق. دونك هادو هما لي كونترانت. الوغ ملي كنساليه دابا نكليكي علاش؟ على ريزودر.
نشوف الحل اللي غيعطيني هنا السولفور شنو هو. دونك لاحظ معايا هنا السولفور قال لك اتروفي اون سوليسيون ساتيسفيزون اش توت لي كونترينت اي لي كونديسيون دوبتيميزاسيون. كليكي على اوكي. هنا اللي بغيتي تجينيري لي رابور يمكن لك تجينيري لي رابور، ما بغيتيش بلاش كليكي علاش على اوكي. دونك لاحظ معايا الور باش نوصل انا 800 الف درهم فاصله، يعني هما كيعطينيش بالضبط، يعني كيعطيني الحل الامثل اللي هو لا ميور سيليسيون، يعني 800 الف درهم فاصله 24. الو اش خاصني ندير؟ خاصني في هذه الحاله الكوموندي شحال خاصني نبيع؟ خاصني نبيع مثلا 520.63، يعني مثلا خاصني نبيع مثلا هنا 521 وحده. البري دو فونت باش غادي نبيعها؟ خاصني نبيعها مثلا باش الوحده ب 3371.48، والبري داشا هو هذا باش نحصل على الاخر على 800000 درهم. دونك هو السولفور كيسهل عليا الحساب باش نوصل للهدف المرجو ديالي. الهدف المرجو ديالي هو انني كان خاصني نوصل ل 800000 درهم. دمتم في امل الله، والى اللقاء في سلسله جديده مع الاكسل اللي غادي تناولوا فيه الاكسل من الاول ان شاء الله بالشرح بالدارجه، واللي غيكون عما قريب ان شاء الله. دمتم في امان الله والى اللقاء.